حجرتي؟ مالي؟ بطل الباب. أعرف. المفتاح مركب في الباب؟ لا. لا. أجل كيف قفلته؟ مفتاح لا. إذا لف المفتاح الصوب الثاني له. شايفه؟ أو صاير. مهدي داخل قافل الباب ما عارف يبطله. أغراضي داخل أخاف يضربهم. بس بسيطة. مهدي اسحب المفتاح. ما أقدر. زين فر له. أوكي. ركبة. يلا الحين فر. مع السلامة. أنا بروح للعاد. أبيكم تسوون دايت من اليوم ورايح تاكلون أكل صحي. يلا على الرياضة. إن شاء الله عمي. جوعان مرة حجرت عمي من شفطات باكس. كم كيلو نزلتون؟ واجد واجد. ها لا محرومين من الأكل 50 شهر لين ما تصيرون نفس الخيزران. يلا إذا حدثتني عن الحب والحنان أشرت لقلب أمي، وإذا أخبرتني عن الطمأنينة والسعادة قلت حضن أمي. فالأم نعمة أنعمها الله علينا، وهي زهرة أيامنا وعبير صباحنا، هي بسمة السنين وجمال الحياة، فمنها نستمد قوتنا وإصرارنا. كل عام والأم بخير، والفاتحة للمتوفى منهن. علي تقول لك أمي اشتري بربية خبز. ما أنا مو كل أنا. شيزي بسمتها لليل. رجعت. ها جود ربيه، روح جيب خضرة زلاطة وجيب الباقي بعد. ابو محمد هاجم ماخذ قرض من درس ولا جامعة خاصة. اي قرض انت واي جامعة خاصة؟ هذا عاطينا بعثه يدرس. حبيبي انا امس وياه وهو قايل لي هالكلام بنفسه. اي قايل لك تعايش؟ عايش. لا تعايش. تلا تعايش. اقول لك انا مسوي اياه هو قايل لي تسوي لي وش؟ اقول لك اسامه انا عاطيني بعثه. اي عاطيني بعثه ما اتصل لي باجي بس. خله يجي. هاكو جا. السلام عليكم. ها وش صاير صوتكم لبرا؟ محمد مو ابوك ماخذ قرض مدرسين في جامعه خاصه له؟ اقول ليه عاطينك بعثه بعايني. وشو؟ لا هادي ولا هادي. ابوي عاط على الربيه ولا راسم في مادتين بعد. شفت.